استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرواندي بول كاغامي في قصر الاتحادية، حيث عقد الرئيس السيسي مباحثات منفردة مع نظيره الرواندي عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين بقصر الاتحادية. وعقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم، أكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط مصر ورواندا، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس بول كاغامي في بلده الثاني مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات. وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا شددا خلاله على المواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل القارة في الوقت الراهن.